مرحبا، اليوم مشوارنا على مخيم برج البراجنة. رح نزور الحجة مصطفى العبد ورح نروح على الموتسيك لأنه المخيم ضيق وكله زوارب. اليوم رح نطلع من القدس ونتوجه لأقصى شمال فلسطين لقرية دير القاسي المهجرة قضاء عكا. وصلنا على دير القاسي، عم نستنى الفريق يوصلوا على مخيم برج البراجنة عند الحجة أم مصطفى عشان نفرجيها دير القاسي. شو بتتذكري من دير القاسي؟ بتذكر فيها كل شيء. الراضي خير الله عنا، خير الله. يمكن أحس بينا بعضهم بيجوا عندي وارث المخيم. سنة زرعوها قمح، سنة قلبوها دخان. والله يا بنتي لما يقصوا الدخان الورقة هالقد هيك 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 تلف قالوله هاي بتلف الولد. شو بدي أقول لك يعني، شو بدي أقول لك عن الخير وعن خلاص فلسطين. كيف شكلها دير القاسي؟ بلادنا يعني جبل وبلاد مزارعة، هاي كتير كتير حلو وكتير يعني ما في إشي مش حلو. أكثر شيء العمار كان حزار صخر يقصوا الصخر، الصخرة هيك يعني. والله أبو هذول كيف كانوا يحملوا كانوا أبضيات. والله عظيم. لا 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 لا، كانت في بلادنا غير بلاد، أحسن بلاد بلادنا كمان. مرحبا حجة. مرحبا مصطفى، انت من مواليد وين؟ مواليد دير القاسي. دير القاسي؟ وين دير القاسي؟ اي اخر بلد على بوابة فاطمة. قديش اشتقتي لها لدير القاسي؟ انا بس يجي على بالي يعني ببكي بصراحة. لما نيجي لننقي الزيتون عنا تروح تطلع هالزيتون نازل هيك سنابل سنابل، أكنك عم تحل بشي بار هيك سمليله. حرام يتقص فيه للزيتون. شو بدي أتذكرك عن فلسطين؟ كلها خيرات الحمد لله. مصطفى أنا اسمي طارق، وبتعرف أنا وين هلأ حاليا؟ أنا حاليا بدير القاسي. عن جد حبيبي سلمنا على دير القاسي، هيك شوية تراب شمن وبركنا عليهم. هيا شايفتيها دير القاسي هاي قدامك. هاي بلدكم الحلوة. هاي بلدنا الحلوة. شايف الصخر، البيوت الصخر فيه يا باي، محلاها محلاهم البيوت. كيف شايفتيها؟ مش قلبك عم تشوفيها وعم تضوي؟ اي والله. هينا هلا عم نتجول وعم نمشي في دير القاسي. نيالكم يا ريتني معكم. اي والله. مين كان مختار البلد عندكم؟ كان مختار البلد عندنا اسمه مجيد الصادق. هذا البيت اللي قبالنا هو بيت الصادق، هلا بدنا ندخل عليه جوا. تعالي شوفي بيتكم، تعالي. هي بيت الزوج وهيك من بيت الصادق. لك محلاه. يا طارق، هاي الجاره من بيت الصادق اجت بوقتها. ايه اهلا وسهلا فيكي، واحنا حاليا هينا هيك هلا في احد المنازل الجميله اللي عليها زخارف، ولليوم في عليها ايات قرانيه محطوطة على الحيطان. الاحتلال هد كل بيوت دير القاسي، ضايل بس يمكن حوالي 6 أو 7 مباني فقط، حوالي 490 بيت انهدت. فهذا ما تبقى أصلاً من دير القاسي، يعني هون صار في تطهير عرقي. متذكرة وسط البلد؟ متذكرة كان بين الحارتين الشرقية والغربية، كان في فسحة كبيرة وفي زيتون. كان بيوتكم كانوا بالحاره الشرقيه ولا بالغربيه؟ غربيه. انت من بيتكم كانت تبين حرفيش ولا فصوطه؟ لا، من بيتنا كانت تبين حرفيش. هلا احنا هيك عم نمشي، حرفيش بظهرنا. ايه. وهي هناك بيت الصادق قبالنا، وهي هون بيت حمادي. ايوه. خلينا نمشي انا وياكي عشان نوصل على الشقه وين المفروض كان البيت تبعكم. هينا في احد البيوت من شباك هذا البيت، احنا بنيجي نتطلع هون. ايه. هاي حرفيش قبالنا. ايه. فانت مفروض بيتك كان بهاي الجهة. هاي طبعا مستوطنة بنوها على اراضي دير القاسي اسمها الكوش، بنوها على ارضيكم. ايوة. فمفروض انه انتو بيتكم
واحد هون تقريبا بهاي المنطقة، هان كان بيتك يا مصطفى. كلها بتحصل عليها. هاي بلادنا يا حبيبي. إذا هلا رجعتي على دير القاسي، إيش أول شيء بتعمليه؟ أول شيء إذا رجعت على دير القاسي، إذا ما في بيوت ما طلعت الناس وقعدت بشوادر، وأنا بعمل شادر بعض فيهم. إن شاء الله إننا بنرجع فلسطين قريب، إن شاء الله. ويا ابني حبيبي، الله يبارك فيكم ويخليكم، وسلموا على الجميع حواليكم. اللي بعرفه واللي ما بعرفه، المهم من اهل بلدي. الله يسلمك يا ما يسعدك. الله معك يا طارق. شو حسيتي لما شفتيها؟ بقول لك حسيت انه البيوت عم تضحك هيك، بتحسي فيها انه ايه شيء عم بشدك عليها تشوفيها، يعني هاي اللي بيبكي عليها الواحد.